أهلا بكم مشاهدين. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم احتفالية المرأة المصرية وأيضا تكريم الأمهات المثاليات لعام 2023، وذلك بحضور السيدة قرينته. وقال الرئيس السيسي خلال كلمته بالاحتفالية إن لقاءه السنوي المتجدد هذا يتجدد معه سعادته باللقاء مع عظيمات مصر، حيث أن المرأة المصرية لها دور كبير في المجتمع، وقدم التحية لكل امرأة مصرية وقال إنهن مبعث فخر وصوت الضمير وأيضا رمز التضحية والرحمة ومصدر السعادة والبهجة والداعم في وقت الشدة، وأنه أيضا يفخر كل عام بما تحققه المرأة من إنجازات في جميع المجالات. أشار سيادته إلى أن المرأة بجميع أدوارها في المجتمع أثبتت أنها ذات وعي سليم ولديها موضوعية، وهي قوة دفع قوية للوطن في المحن والشدائد. أوضح أيضا سيادته أنه يتحدث مع المواطنين كأهله، فلو تمت مراعاة بناء الإنسان وتمت أيضا توعية جيدا منذ الصغر فسيتأسس بشكل سليم، وسيتم وضع حدود للتعامل بيننا وبين بعضنا، ولن نرى تنمر أو أي شيء غير لطيف كالتحرش. نوه أيضا إلى دور الأم والأخت والبنت الكبير جدا في المجتمع الذي نعيش فيه، والأم المصرية هي التي حملت أبنائها وربتهم وقدمتهم شهداء للوطن، وما أصعب أن تفعل الأم كل ما بوسعها لأبنائها وبعد ذلك تراه شهيدا. فدائما المرأة المصرية هي كلمة السر ومفتاح الكلام والصبر وأيقونة الإصرار والعزيمة والنجاح، كما أنه على ثقة لأننا سنمضي في طريق الأمل والمستقبل على أفضل ما يكون. أيضا المرأة المصرية يظهر دورها في الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، فهي دائما مصدر فخر. وتطرق سيادته للحديث عن قانون الأحوال الشخصية في ظل خوف الكثير من أن يكون غير منصف للأم والأسرة والطفل، قائلا إن قانون الأحوال الشخصية سيكون موضوعي ومتوازن، فلا أحد له مصلحة في أن يكون الصوت ضد الموضوعية والتوازن، وأن هدفه الأول هو حماية الأسرة والأبناء. من ناحية أخرى ومن جانبه، أكد وزير العدل أن قانون الأحوال الشخصية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي انتهت جميع أحكامه بموضوعية كبيرة جدا، كما كشف سيادته عن عدة قرارات اتخذها بشأن المرأة المصرية قائلا إن الدولة معنية بوضع أنظمة وآليات عمل تحقق الفائدة للمجتمع وأيضا حل مشكلاته. وأوضح أنه سيتم إصدار قرار بتمثيل المرأة في مجالس إدارات الهيئات العامة والشركات التابعة لها، فضلا عن زيادة الأنشطة التدريبية للسيدات للوصول للمناصب العليا بالدولة، والتوسع في البرامج التدريبية في المجالات التكنولوجية والرقمنة بهدف زيادة فرص تمكين المرأة ومشاركتها في فرص العمل وأيضا وظائف المستقبل. أيضا التوسع في دعم مشروعات الادخار والاقتراض الرقمي في المشروع القومي لتنمية الأسرة، وأيضا البرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء وأنشطة أيضا مستدامة. كما تم تكليف الحكومة بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية للمشروعات الصغيرة وأيضا متناهية الصغر الخاصة بالمرأة لتسهيل إجراءات الحوافز المصرفية والبنكية أيضا، وأيضا تحفيز مشروعات المرأة ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات والصناعية، وذلك بهدف تعزيز مساهمة المرأة في توطين الصناعة الحديثة في مصر. تم أيضا متابعة مؤشر المساواة في الأجر بين الجنسين واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استدامة التحسن في هذا المؤشر، وأيضا حماية المرأة العاملة وضمان حقوقها في مشروع قانون العمل. أكد أخيرا سيادته أنه لا ينحاز للمرأة ولكنه يسعى لتحقيق العدالة، كما قرر سيادته إصدار عفو رئاسي عن جميع الغارمين والغارمات ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل
والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان، وعددهم 85 شخص ومنهم 40 سيدة و45 رجلا، وتم تنفيذ القرار. أخيرا أيضا أشار الرئيس إلى أن استقبال المواطنين لكلامه يختلف من شخص لآخر، وطلبهم بعدم التلاعب بحديثه. كنا نكون وضحنا لحضراتكم مشاهدين أبرز تصريحات سيادة الرئيس اليوم في احتفالية اليوم، وإلى هنا تنتهي تغطيتنا. لمزيد من المتابعات والتغطيات تابعونا على موقع صدى البلد. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.